طيب اليوم ان شاء الله احنا في الحلقه الماضيه تكلمنا على التيمم، فرائض التيمم وشروط التيمم، واليوم ان شاء الله تعالى نتكلم على سنن التيمم. قال صاحب المتن: وسننه ثلاث خصال. اولا، الضمير هنا يعود الى التيمم، يعني وسنن التيمم على معنى أنك إذا أتيت بها زادك الله ثواب، وإن لم تأتي بها فلا ثواب لك، ولكنك لم تفعل حراما، ولكن فعلت خلاف الأولى بطريقة المتأخرين. وسننه أي سنن التيمم ثلاث خصال، يعني على حسب ما ذكره أبو شجاع في هذا المتن، لأن سنن التيمم أكثر من هذا بكثير، لكن الإمام أبو شجاع نظرا إلى أنه وضع هذا المختصر للمبتدئين اختار لهم من السنن ثلاثة سنن، ولم يرد أن يحصي السنن، وإلا لخرج الكتاب عن أصل وضعه، حيث إنه يضعه للمبتدئين والمبتدئ يحتاج إلى ضرب من الاختصار. خصال، ثلاث خصال، في بعض النسخ ثلاثة أشياء. انتهينا من القضية الأولى دي. القضية الثانية، قال التسمية، أولها التسمية. خليك معايا عشان أنا معيش المد. التسمية أي أن يقول في أول التيمم بسم الله، والأفضل أن يأتي بكمال التسمية بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم قياسا على الوضوء. وهل يأتي بالتسمية؟ نحن في هذا الشرح نفعل شيئا لطيفا لم نقم به ونحن ندرس الفقه من قبل. أنا مش بتاع الكلام ده، متن مشجع مش بتاعه، أنا بجيب مغني المحتاج وأقعد أقرأه مع الطلبة أو المحلي، لكن نحن نقوم بطريقة لطيفة أننا نصوغ المعاني على أساس السؤال والجواب. يعني متن أبي شجاع معك كسؤال وجواب، وانتبه لأن بعض الناس أحيانا يعني يسألون في عين ما أشرح، وأشعر أنني لم أشرح، وهذا يحتاج منك إلى مزيد اعتناء، يعني تنبه. من لم يفهم شيئا يرفع يده ويقول عد هذه مرة ثانية أو عد هذه مرة ثالثة، ولا يعني تستحي من أن تسأل مرة ومرتين وثلاث، فالعلم يضيع بسبب الحياء، حياؤك يضيع العلم، وستأتي في يوم تبحث عن هذه الأشياء ولا تجدها. بلك، هل يا ترى احنا قلنا بأن التيمم قد يكون بسبب الحدث الأكبر أو بسبب الحدث الأصغر؟ يعني احتلم، قام من نومه، بحث عن ماء فلم يجد، اتصل على شركة المية في العصر الحديث قالوا له المية مقطوعة 15 يوم وما عندوش من الماء إلا يعني قدر شربه، والشرب أساسي، ماذا يصنع؟ قلنا له حينئذ تيمم وصل. أتيمم بإيه؟ قال أتيمم عن الجنابة. طب عندما أتيمم عن الجنابة وأنا بتيمم عن الجنابة، هل أتي بالتسمية التي هي بسم الله الرحمن الرحيم؟ نعم، لكن التسمية يعني هي آية من القرآن، قال أنت عندما تأتي بها انوي بها أنك تذكر الله حتى تحولها إلى دائرة الذكر.
أو لم لا تنوي شيئا. وكيف هذا؟ تقول لك هي آية من القرآن. نعم هي آية، ولكن انتبه إلى هذه القاعدة أو هذا الضابط، أن القرآن لا يكون قرآنا إلا بالقصد. القرآن لا يكون قرآنا إلا بالقصد. قصدت أنها قرآن لا تأتي بها لأنك جنب، ويحرم على الجنب أن يقرأ شيئا من كتاب الله ولو كان كلمة بقصد القرآني، لكنك إن نويت بها الذكر فقد قصدت صرفها عن القرآنية إلى غير القرآني. وإن أطلقت يعني لم تنوي أنها قرآن فليست قرآن، لأن القرآن لا يكون قرآنا إلا بالقصد. طب هب أنه نوى بها القرآن والذكر، ماذا نصنع؟ القرآن بنيته مانع، والذكر كذلك مانع، فقد تعرض فيها مانعان. مانع إيه؟ أنا قصدت بها القرآن بس قصد القرآن محرم، يبقى اجتمع فيها حرام. أنا قصدت الذكر وقصد الذكر فيها مجوز، فإذا اجتمع الحلال والحرام في شيء غلب فيه الحرام والحلال فيحرم عليك حينئذ. انتهينا من التسمية. بعد ذلك قال وتقديم اليمنى على اليسرى، يعني ومن السنن، يبقى دي رقم كم من السنن؟ ولا رقم ثلاثة؟ انتوا مش معانا ولا انتوا فين يا اولاد؟ اثنين ولا ثلاثة؟ انتوا بتروحوا انتوا نايمين، شربوا يا اولاد. تقديم اليمنى يعني من اليدين على اليسرى من اليدين هي سنة من سنن التيمم، قياسا كذلك على الوضوء. وصورة ذلك كما في الشروح أن يضع أصابع اليسرى، أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى. ارفع إيدك، فين إيدك اليسرى؟ أهي. أن يضع أصابع اليسرى، فين اليمنى؟ أهي. ضع أصابع اليسرى على ظهور أنا بقول اليسرى دي أنتوا ماشيين معايا. لا أنتوا بصراحة حاجة حلوة خالص، لأن لو قلت لكم الشمس بتطلع بس في ماليزيا وما تطلعش في بلد تاني هتقولوا أه نعم. الله، لا 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 لا، ده أنا كده ممكن بقى أدعي النبوة وتصدقوني. أن يضع أصابع اليسرى، فين اليسرى؟ أهي مش أن يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام، أهو شيل ده كده ما تحطوش، على ظهور أصابع اليمنى بحيث أو بحيث لا تخرج أطراف الأصابع على أطراف الأصابع. مالكش ده، خلي ده، اجعل ده بره وانزل بيه تحت كده أهو حتى تصل إلى حرف الذراع واطلع بيه كده أهو وأنت رافع الإبهام هكذا. صرنا الإبهام يعمل كده وتحول الناحية الثانية وهكذا. نقولها تاني، فيضع أصابع اليسرى سوى الإبهام، طلع الإبهام بره، على ظهور أصابع اليمنى. اليمنى إيه؟ ظهرها ده، وأنا هجعل أصابع اليسرى هكذا على الإبهام. جميل. بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى. مسبحة اليسرى فين؟
ها اهي انامل اليمنى فين اهي، يبقى الانامل ما تخرجش، يبقى في موازاه اهي كده اهو، بحيث لا تخرج انامل اليمنى عن مسبحة اليسرى، ما تبقاش كده ولا كده، كده موازية. ويمرها على اليمين، يلا انزل بها تحت، فإذا بلغ الكوع ضم أصابعه، يبقى انت فتحها من فوق، بلغت الكوع اللي هو ده ضم الأصابع، فهمنا؟ حدش يقول عيدها تاني. فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع، هنا كده اهو ضمها بقى لحرف الذراع كده ماشي، ويمرها إلى المرفقين، انزل بها تحت للمرفقين هنا، ثم يدير باطن كفه إلى بطن الذراع، انقل من هنا كده اهو وخش على بطن الذراع كده، ويمرها رافعا إبهامه، ويطلع بها فوق وانت رافع إبهامك، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، انت رافع كده اهو، انا طلعت فوق، اول ما اوصل لغاية من بداية، اوصل من هنا يعني من الكوع الى الكوع، اضع الإبهام على الإبهام عشان ده يمسح ده، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك. خلصنا إيه؟ ما أنا مسحت إيه؟ واخد بال حضرتك؟ مسحت باليسرى اليمنى، وبعد كده اليمنى هتيجي تمسح اليسرى بهذه الطريقة، يبقى عملنا إيه؟ يبقى استوعبنا بهذه الكيفية كل الذراع بضربة واحدة. يجي واحد يقول لي هو ده مذكور في السنة؟ أقول له الفقهاء اختاروا هذه الطريقة وابتكروها لأجل استيعاب العضو بالضراب بضربة واحدة. يبقى الفكرة كانت وراها إيه؟ انتبه، الفكرة وراءها أنه أرادوا استيعاب اليدين بالمسح بضربة واحدة، جلسوا كده وفكروا هو المقصود استيعاب العضو بالمسح الإيدين بضربة واحدة، ما هي الطريقة والكيفية التي تؤدي إلى هذا المقصود، جلسوا وابتكروا هذه الطريقة لأنها محصلة للغرض الشرعي من أقرب طريق. نقولها تاني، طب وبعد كده؟ قالوا بعد ما يمسح كده ويمسح كده يمسح الراحتين بالأخرى، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا. إزاي ندبا؟ أيوة، ما أنت لما ضربت على الأرض الضربة التانية وانت بتنقل التراب حاصل مسح الكفين باطن الكفين. قال لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه، انت خلاص مسحت كده بعد الوجه، ضربت على الارض، الضرب على الارض لا يعتبر مسح للكفين، اصبح المسح الثاني بعد ذلك لباطن الكفين سنة لا فرض، اصبح سنة لا فرضا. طب هو يعني مسح الذراعين بترابهما، قال ما انت خلي بالك، اصل انت ما فصلتهاش، ما فصلتش ايديك وما رفعتش ايديك، ما انت ما ترفعش ايديك عشان لو رفعت ايديك التراب هيبقى مستعمل، شفت بقى، لو رفعوا ما اخلوها كده اهو بضربه واحده، ها بمسحه واحده هكذا، من اجل ان لا يكون التراب مستعمل ومن اجل استيعاب العضو.
بيفكروا. واحد يقول لهم طب انا عايز الكيفيه ديت وارده عن سيدنا رسول الله. طيب هنسيب الناس ديت تفكر وعلماءنا يفكرون ويحققون المقاصد الشرعيه ببعض الصور المبتكره. او في مقصد، في مقصد شرعي، كيف نحققه؟ نحققه بهذه الصور، لانهم فهموا ان الشرع جاء بالكليات وفي بعض الأمور ترك هذه الجزئيات لتطبيق الفقهاء والعلماء. قال والموالاة أيضا من سنن التيمم قياسا على الوضوء، لأن كل منهما طهارة عن حدث، يبقى الموالاة كذلك سنة في التيمم كما أنها سنة في الوضوء. الجامع بين التيمم والوضوء أن كل منهما طهارة عن حدث. طيب جميل. طب إحنا هنا بنقول الموالاة، طب الموالاة لك في الماء، إن إحنا بنقول إن العضو الثاني يجف، العضو الأول يجف قبل شروعه في العضو الثاني، مع يعني اعتبار وسطية المكان ووسطية الزمان ووسطية المزاج وهكذا. طب كيف هنا نفعل هذا؟ التراب أصلا هيجف، نحن نقدر الماء، التراب ماء، يعني نقول بأننا لو جعلنا هذا التراب ماء كم يكون ما بين العضو الأول والعضو الثاني في الجفاف؟ يعني أنا غسلت وجهي وهغسل ايدي، ما هو الزمن الذي بين غسل الوجه وغسل اليدين في الجفاف؟ يعني افترضنا ان انا غسلت وجهي، كم يجلس وجهي من الزمان حتى يجف قبل ان اغسل يدي؟ هل ده بيختلف باختلاف الزمان واختلاف يعني طبيعه الانسان واختلاف مزاجه؟ يعني لو انت غسل وشك في الصيف هيجف يعني مثلا بعد وقت أقصر مما إذا غسلته في الشتاء. لو غسل وجهك في الصيف وهو شديد الحرارة لا شك أنه سيجف في وقت أسرع. لو غسلت وجهك في الصيف في شدة الحرارة مع أنت جسمك يعني سخن من الجري من النشاط من طبيعة جسمك هيجف أكثر وأكثر وأكثر. يبقى اعتبار الزمان واعتبار الشخص واعتبار المزاج، طبيعة الإنسان، في إنسان طبيعته حرارية سخن على طول، غضوب عصب تلاقيه على طول وشه بيحمر وبيسخن. الشخصية اللي زي دي يجف الماء على وجهه وأعضائه بسرعة. ماذا نصنع؟ هنقول بأننا نقدر التراب ماء، ونقدر أيضا كم يجلس الماء على الوجه في الزمان والأشخاص والمكان والأحوال حتى يجف. قال والله بيجف بعد 3 دقائق. ينبغي عليك أن تمسح وجهك ثم بعد ذلك تمسح يديك بالتراب قبل أن يمضي 3 دقائق. فعندها قبل 3 دقائق أصبت الموالاة وأصبت السنة، فعندها بعد 3 دقائق فاتتك الموالاة وفاتتك السنة. يعني علي ذنب؟ لا ما عليكش ذنب، بس فاتك ثواب، فاتك متابعة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. وهل الموالاة تكون سنة في كل الأحوال؟ سؤال. قال الموالاة تكون سنة لغير دائم الحدث كالوضوء، أما دائم الحدث فالموالاة في حقه بين أعضاء وضوئه وأعضاء تيممه واجبة. لماذا؟ قالوا تخفيفا للمانع. ما أنت عندك سلس ريح، لو اتوضيت ف
في 3 دقائق، بخلاف ما تتوضأ في نص ساعة. 3 دقائق يعني هيخرج منك ريح كم مرة؟ هيخرج مني ريح 15 مرة. طب لو توضيت في نص ساعة هيخرج مني ريح 150 مرة. طب نحن أجزنا لك أن تتطهر للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وينبغي عليك أن تقلل الزمن حتى يقل الحدث الذي يخرج منك. بقي سنن أخرى مذكورة في المطولات فليرجع إليها. قال بعد ذلك: والذي يبطل التيمم 3 أشياء. في بعض النسخ: الذي يبطل التيمم به، هكذا في بعض النسخ. طب هو بيقول والذي يبطل التيمم 3 أشياء، يعني هل يشترط أن تجتمع هذه الثلاثة حتى تبطل التيمم؟ لا، لكن هذا الكلام على تقدير مضاف، أي أحد 3 أشياء. هو علماءنا اللي حلوا كده، لأن علماءنا كانوا بيفهموا اللغة العربية فهم دقيق، لأن والذي يبطل التيمم 3 أشياء، يفهم أنها الثلاثة مجتمعة مع بعض، فإذا وجد أحدها فلا يبطل به التيمم. قل لا، هذا الكلام مصروف عن ظاهره بالإجماع. والذي يبطل التيمم 3 أشياء. ما أبطل الوضوء؟ هذه رقم 1. ما أبطل الوضوء؟ ما الشيخ البجوري هنا يعني له تفصيل في هذه المسألة من حيث الحل اللفظي. قال: ما إما أن تكون اسم موصول وهيبقى أبطله، واخد بال حضرتك؟ الوضوء دي جملة الصلة. طب وفين الضمير اللي عائد على الصلة؟ قالوا: هو ما أبطل هو الوضوء. ما أبطل الوضوء، أو أن ما نكرة موصوفة. موصوفة بإيه؟ موصوفة بأبطل الوضوء، وجملة أبطل الوضوء اللي هي جملة الصفة. طيب تحدي لفظي، يعني مسألة بسيطة. تقول إيه؟ كل ما أبطل الوضوء يبطل التيمم. إيه بقى الأشياء التي أبطلت الوضوء؟ خروج شيء من السبيلين، رقم 2 زوال العقل لغير، والنوم على غير هيئة المتمكن، ولمس المرأة، ومس حلقتي، ومس الفرج، ومس حلقة الدب. هذه الأشياء لو حدثت للمتيمم أبطلت تيممه. لكن هو قال ما أبطل الوضوء وجعلها كلها واحدة، يعني جعل هذه الأربع واحدة على سبيل الإجمال، لكن هي 4 في بعض المؤلفات و5 في بعض المؤلفات، وسبق بيانها فلا عودة ولا إعادة. متى كان متيمما وأحدث بطل تيممه؟ متيمم وأحدث، خرج منه شيء من الكبر أو الدبر، مس فرجه، مس حلق دبره، لمس امرأة لمست رجلا، فإنه حينئذ يبطل تيممه، سواء كان تيممه لفقد الماء أو كان تيممه لمرض. فلو تيمم لمرض وخرجت منه هذه الأشياء التي تبطل الوضوء أبطلت التيمم، أو كان متيمما لفقد الماء وخرجت منه هذه الأشياء بطل تيممه. طب لو كان متيمما لحدث أكبر، ماذا يصنع؟ فلو كان متيمما لحدث أكبر
وخرج منه هذه الأشياء التي تبطل الوضوء. هل يبطل تيممه للحدث الأكبر؟ لا. هي تبطل الأصغر بس مش هتبطل الأكبر. هو تيمم للحدث الأكبر، تيمم مثلا للاحتلال أم النوم، لقى نفسه محتلم على سبيل المثال، دخل يبحث عن ماء لم يجد الماء بالشروط التي ذكرناها قبل ذلك، فتيمم كي يصلي للحدث الأكبر والأصغر، خلاص له أن يستبيح بهذا التيمم الصلاة. صلى ثم بعد ذلك أو لم يصلي مثلا، أو لم يصلي ثم بعد ذلك أحدث، هل الحدث أبطل يعني التيمم للحدث الأكبر؟ لا، لكنه أبطل الأصغر. قال فلو كان عن حدث أكبر لم يبطل بالنسبة للحدث الأكبر ويبطل بالنسبة للحدث الأصغر، كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه ما يحرم. ماشي، قلناها دي. قال ورؤية الماء في وقت الصلاة، في غير وقت الصلاة ولا في وقت الصلاة؟ مش بقول لكم عشان كده، لا ده انتوا صحيتوا الحمد لله أفاقنا الله. قال ورؤية الماء، هذا هو السبب الثاني من الأسباب المفسدة للتيمم، وهي رؤية الماء في غير وقت الصلاة. يقصد وقت الصلاة يعني في غير الزمن الذي تلبس فيه الإنسان بالصلاة، ما يقصدش بالوقت اللي هو أول الوقت وآخر الوقت، يقصد بذلك ما هو أخص من هذا. إيه هو اللي أخص من هذا؟ اللي هو أن يتلبس بالصلاة في وقتها، ولسه هنتكلم عنها لأن دي نقطة دقيقة. والمراد من الرؤية، هل الرؤية يعني لازم يشوف؟ طب لو كان أعمى، لو أحس بها، لو تيقن بها؟ قالوا ليس المراد من الرؤية الرؤية البصرية، وإنما المراد من الرؤية اللي هي إيه؟ اللي هي العلم، العلم بوجود الماء. علمت بوجود الماء يخرج به توهم الماء، وإن زال التوهم سريعا. طيب، قال المراد من الرؤية العلم بوجود الماء، ومحل البطلان بذلك ما لم يقترن بمانع متقدم. العلم بوجود الماء معناه إني أنا أبقى متيقن من وجود الماء. طيب افرض إني أنا علمت بوجود الماء ولكن كان بيني وبين الماء مانع، لو ذهبت إلى الماء سيذهب يعني مثلا عمري، أو يذهب عضوي، ما بيني وما بين الماء أسد، ما بيني وما بين الماء في حظر تجول، بلاش أسد، حظر تجول في المكان اللي انت فيه، وممنوع ان انت تخرج في هذا الوقت، ولو خرجت يعني هناك أسد ولكن أسد مجازي أو يترتب على ذلك ضرر، أو يعني ممكن تبقى كده. ما لم يقترن بمانع، هو المية موجودة في المنزل الآخر بس هيقتضي ان انا اعد الطريق، والطريق ممنوع ان انا امشي فيه لان هذا المكان فيه حظر تجول، فده مثله مثل الأسد. بمانع متقدم أو مقارن، يعني متقدم على علمي أو مقارن لعلمي، فإن اقترن به مانع كسبع، أو وجد الماء ولكن احتجت إليه لبل ريقي أو لي يعني الشرب أو لشرب دبتي، فإنه حينئذ يكون مانعا من أن أستعمله في التيمم فلا يبطل به التيمم.
لماذا؟ قالوا لأن وجود الماء مع الحاجة إليه يجعل الماء في محل العدم، ولأن وجود الماء مع المخاطرة في الحصول عليه يجعل الماء كالعدم. ولذلك لا يبطل تيممي في هذه الحالة مع وجود الماء ومع العلم به. لماذا؟ قالوا لوجود المانع، فالمانع نزل الماء الموجود في منزلة العدم. ولذلك لما حضرتك تقرأ إن شاء الله في كتب الأصول تجد عندهم نص يقولون وقد ينزل الموجود منزلة المعدوم لعلة. فهمنا رفضناش أهي من ضمنه. يبقى رؤية الماء في غير وقت الصلاة، هذا حيث تيمم لفقد الماء. انتبه إلى أن هذا الضابط أو هذا المبطل إنما هو مبطل في حق من تيمم لفقد الماء، أما من تيمم لمرض إما لحصوله وإما يعني استحكامه وإما لزيادته وإما لبطء البرء وإما وإما فإنه لا يبطل تيممه مع وجود الماء، لأنه لم يتيمم لفقد الماء وإنما تيمم للمرض. إنما الذي يبطل تيممه الشفاء، شفاؤه من المرض، فالشفاء من المرض قائم مقام وجود الماء لمن تيمم لفقد الماء. رؤية الماء في غير وقت الصلاة، يعني في غير وقت الصلاة المقصود بها إيه؟ هل المقصود بها الوقت المحدد الطرفين ابتداء وانتهاء، ولا يقصد بوقت الصلاة يعني وقت التلبس بالصلاة؟ قالوا لا، المقصود بها وقت التلبس بالصلاة. يعني على سبيل المثال إن أنا ما كنتش شرعت فيه الله أكبر، طيب طب لو شرعت بقى في الله أكبر هنجيب لسه، خلي بالك عشان التيمم يعني جميل وصعب، بالك فمحتاج منا إلى تركيز. طيب المقصود بقى إيه؟ إني أنا أقول الله يعني ما أقولها إيه؟ الهمزة، ولا المقصود إن أنا التلبس يعني ما كنتش نطقت بالراء من لفظ أكبر؟ فيها خلاف عندنا الجماعة الشافعية، وده خلاف يدل على منتهى الدقة في التعامل مع الأشياء. ما أنت دخلت الصلاة بإيه؟ فالمعتمد يقول له أنت دخلت الصلاة بنهاية التكبير اللي هي أكبر حرف الراء، فإذا شرعت في حرف الراء فقد شرعت في المقصود. طب لو وجدتها وأنا بقول الله ووجدت الماء، قال لك يبقى خلاص بطل تيممك. طب وجدتها وأنا بقول علمت بوجود الماء عند النطق بالراء، خلاص يبقى ما يبطلش. قبل النطق بالراء يبطل، ده على المعتمد. هتلاقي عندكم الشيخ البابوي بعضهم بيقول لا، ده انت المعتبر يعني هو العلم بوجود الماء قبل ان تبدا بالهمزه اللي همزه الوصل الله، وبعضهم قال لا ده المعتبر حرف الراء من اكبر. فان وجدت الماء قبل ان تنطق بحرف الراء من اكبر بطل التيمم. الأولاني بيقول لا، ده المعتبر لبطلان التيمم وجود الماء قبل أن تنطق بهمزة الوصل من الله، فإذا نطقت بها فلا يبطل التيمم على تفصيل سلولي. يبقى المعتمد يقول لا. طب الخلاف جاي منين؟ جاي من أن أنت هل بتدخل في الصلاة بالشروع
في التكبير ولا بالانتهاء من التكبير؟ قال لا، ده مش شروع في بيئة الانتهاء من التكبير. ليه؟ لأنه لا يكون تكبيرا إلا بأن تنطق بآخر حرف فيه. أنا قلت الله، ده أنا شارع ولسه ما كبرتش. طيب افرض أني أنا يعني فقدت الماء وأردت أن أقرأ القرآن، فدخلت وتيممت وكان عندي مكان كده شوية تراب عشان التيمم، زي ما عندي شوية مية عشان أتوضأ، وتيممت بالتراب ونويت أن أقرأ سورة البقرة. أنا متيمم عشان أو من أجل أن أقرأ سورة البقرة. طيب شرعت في سورة البقرة ثم علمت بوجود الماء، أنا لسه بقرأ في أول ربع، أكمل قراءتي بقى ولا يعني أنا نويتها في سورة البقرة كلها؟ فوجدت الماء وأنا بقرأ أول البقرة، فهل يبطل التيمم أم لا؟ لا أظن أيوة هنعمل إيه بقى؟ لا للقراءة أكبر أو لمسك المصحف، سهلة الاثنين مع بعض تنفع في دي ودي. كويس كويس، أنت بقيت فكر كويس. هيعمل إيه؟ قال بقى هو بمجرد أول ما يعني هل البقرة كلها سورة البقرة كلها تجعل كالصلاة؟ ما هو لو وجد الماء في أثناء الصلاة لا يبطل تيممه لشروعه في المقصود. جميل. طب هل بقى البقرة كلها كده التي نوى أن يقرأها تكون كالركعتين الفرض يعني اللذان أراد أن يصليهما أم لا؟ قالوا لا، ده القراءة مش متماسكة زي تماسك الصلاة. أنا ممكن أقرأ ربع من البقرة ويحسب لي، لكن لو أنا صليت مثلا ركعة وما صليتش الركعة الثانية من الركعتين ما تتحسبليش للصلاة كلها، فالصلاة متماسكة بخلاف قراءة القرآن ليست مرتبطة كارتباط الصلاة. ولذلك إذا كان يقرأ وهو محدث حدث أكبر، أو كان يمسك المصحف وهو محدث حدث أصغر، ووجد الماء وجب عليه أن يمتنع وأن يتوقف وبطل تيممه ويدخل يتطهر ثم بعد ذلك يبني على طهارته. طيب ولماذا بطل التيمم؟ سؤال. أن بطل التيمم لأنه لم يشرع في المقصود. أنت الآن اتيممت، والتيمم ده من أجل أن تصلي به. التيمم مش عبادة مقصودة لذاتها، إنما قصدت لغيره. فإذا وجد الماء قبل الدخول في المقصود فإنه حينئذ يبطل، قياسا على ما لو رأى الماء وهو يتيمم. وأنا بتيمم كده علمت بوجود الماء بطل التيمم. فكذلك إذا لم أشرع في المقصود فإن وعلمت بوجود الماء بطل أيضا تيمم. لماذا؟ لأن أنا ما دخلتش في المقصود، وما دام ما دخلتش في المقصود ووجدت الماء قبل ذلك يبقى تيممي يبطل. افرض وأنا بصلي توهمت وجود الماء، توهمت يعني حوالي 30% تكون الماء جاهز. قال لا أثر للتوهم ما دمت في الصلاة مطلقا، لأنك قد شرعت في المقصود. أنت متيمم ليه؟ متيمم عشان تصلي، وما دام أنت تيممت من أجل أن تصلي فقد شرعت في المقصود، ولذلك عليك أن تتم. لو رأى الماء بعد تمام الراء وكانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم، خلي بالك أنا عندي حالتين، إما أن أتيمم وتيممي يكون مسقطا للقضاء، وإما أن أتيمم وتيممي لا يكون مسقطا للقضاء.
كيف هذا؟ هذا ينبني على حالتين. الحالة الأولى أن يعني أتيمم في محل يغلب فيه الكثير فيه أن الماء ينقطع ولا يوجد، فإذا تيممت في مكان الغالب فيه والكثير فيه عدم وجود الماء وتيممت وصليت لا يجب علي القضاء، فتيممي في هذه الحالة قد أغناني عن القضاء. وإذا تيممت في مكان الأصل فيه والكثير فيه وجود الماء فتيممت، كان هذا التيمم ليس مسقطا للقضاء. القضاء لماذا؟ قالوا لأن انقطاع الماء وعدم وجود الماء نادر، والنادر لا حكم له، أو القليل النادر يلحق بالكثير الغالب. فإما أن يكون المكان الذي أتيمم فيه الغالب فيه والكثير فيه انقطاع الماء وعدم وجود الماء، فهذا المكان التيمم فيه والصلاة ليست يعني مفيدة للقضاء، هذه الصلاة مسقطة للقضاء. لكن لو تيممت في الحضر، والأصل في الحضر والكثير والواقع في الحضر أنه لا ينقطع فيه الماء، فإذا تيممت وصليت تكون هذه الصلاة غير مغنية عن القضاء. فلو رأى الماء بعد تمام الراء الله أكبر وهو في الحضر على سبيل المثال، أو في مكان يغلب فيه وجود الماء، فإنه يبطل صلاته حين. لماذا يبطل صلاته؟ قالوا لأن هذه الصلاة يعني غير مفيدة، ما أنت هتعيدها فبتكملها ليه؟ استمرارك فيها غير مفيد لأنها ستعاد، فإكمالك لها عبث. بخلاف ما إذا وجدت الماء في مكان الغالب فيه والكثير فيه فقد الماء، فإنه حينئذ إذا شرعت في الصلاة فصلاتك مغنية عن القضاء، وهي صلاة مفيدة فأكملها. فهمنا؟ حتة حلوة. بارك الله فيكم. قل اللهم آمين. وبارك الله فيا. ده العيال مش عايزة تقول حاجة. طب قوموا روحوا بقى. ده ايه ده؟ مش عايزين كمان حتى يلمسوا. لو رأى الماء بعد تمام الرأي من تكبيره وكانت صلاته مما تسقط بالتيمم، بأن كانت في محل يغلب فيه فقد الماء لم تبطل، قلناها برؤية الماء حيث إنه قد شرع في المقصود. ليه؟ أينك أصل أنت متوضئ متيمم من أجل أن تصلي صلاة تغني عن القضاء، صلاة لا تعاد، فإذا شرعت فيها فقد شرعت في مقصود التيمم، وإذا شرعت في المقصود فينبغي عليك أن تتم هذا المقصود. ولكن الأفضل، ولكن الأفضل أن تقطعها وتتوضأ وتصلي. لماذا؟ قالوا لأن بعض العلماء أوجب عليك مطلقا، سواء كنت في مكان يغلب فيه انقطاع ما يغلبش فيه الانقطاع، وجدت الماء وجب عليك إذن أن تستعمله، لأن الحديث عندهم مفيد بهذا، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، لأنه في الحديث الصعيد الطاهر الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد الماء أن يمسه بشرتك. طيب، ولكن هذا الأفضل مقيد بما إذا لم يضق الوقت. يعني أنا لو قطعت الصلاة دخلت توضيت وصليت، ما مش واجب علي يقطع، ده الأفضل يعني جائز. لكن لو قطعت ودخلت توضيت هيبقى عندي وقت يسع وضوئي وصلاتي. طب لو قطعت الوقت، لو قطعت الصلاة وبقي من الوقت ما لا يسع الوضوء،
والصلاة حرم علي هذا، لأني أنا لا أترك الفرض وهو إيقاع الصلاة في وقتها من أجل أن أفعل النفلة، وهو الخروج من خلاف العلماء، لأن الخروج من الخلاف مستحب ما لم يترتب عليه ترك واجب. افهمها واحفظها، الخروج من الخلاف مستحب بشروط، ما لم يوقعني في خلاف آخر وما لم يترتب على ذلك الوقوع في حرام. وحيث تيمم لمرض ونحوه، انتبه، وحيث تيمم لمرض ونحوه، يعني لحصول المرض أو لبطء البرء أو للخوف من كذا، تكلمنا على ذلك، ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته، لأنه هو ما تهممش من أجل عدم الماء، وإنما تهمم من أجل المرض، بل تيممه باق بحاله. ومثل الرؤية التوهم من باب أولى، ومثل الرؤية التوهم، يعني التوهم يعني إيه؟ مش إحنا قلنا التوهم إدراك الطرف المرجوح أو التصديق المرجوح كما قال ابن قاسم العبادي، يعني أقل من 50%، احتمل وجود الماء أقل من 50%، فلا أثر لذلك. لا ده بايظ، شفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء فيها، شفاء المريض من مرضه كوجدان الماء فيها، يعني افرض أنا تيممت لأجل المرض ودخلت وقلت الله أكبر، فوجدت البرء الحمد لله، يعني أنا رجل طبيب وعارف علامات الشفاء، فحدثت لي علامات الشفاء من هذا المرض الذي تيممت بسببه وأنا في الصلاة. قالوا طيب، الصلاة اللي انت صليت التيمم ده هل يغنيك عن القضاء أو لا يغنيك عن القضاء؟ فإن أغناك عن القضاء فعليك أن تكمل ولا يجب عليك أن تقطع، وإن لم يغنك التيمم في حالة المرض عن القضاء قطعت ثم توضأت ثم صليت. ويأتي هذا الكلام في الجبير على الحدث. قال وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء فيها، فيه تفصيل، فإن كانت مما لا تسقط بالتيمم، يعني فإن كانت الصلاة التي نصليها وتيممت لها من أجل المرض مما لا تسقط بالتيمم، كأن وضع الجبيرة على حدث، وضع الجبيرة على حدث، وأخذت الجبيرة من الصحيح قدر فوق قدر الاستمساك، ثم تيمم من أجل هذا، بطل تيممه برؤية، أو بطل تيممه بالشفاء. أضرب لكم مثال ليه اللي حصل، كفاية واحد اللي حصل، إن هذا الرجل كان محدثا، نزل يسوق الموتوسيكل ويعمل بيه شوية حاجات كده اللي انتم بتشوفوها في الشارع، ركب الموتوسيكل جه يعمل حاجات من بتاعته ديت، وقع فانكسرت قدمه، الكسر في الكعب، كعب الرجل، فذهب الى الطبيب، والطبيب يعني جبس له رجله كامله، فالجبس ده قائم مقام الجبير، فوضع الجبير عليها مشايخ، وضعها على حدث،
وأخذت الجبيرة يعني مكانا واسعا. جميل جميل. أم الراجل ده بتاع الجبيرة الجبس ده احتلم فتيمم من أجل هذا. والحمد لله بعد ما تيمم وهو بيصلي ربنا كرم وحس إن العظم التأم. طب يبقى قال له خلي بالك إن شاء الله العظم هيلتئم في الوقت الفلاني. ودخل وصلى. هو بيصلي بأحد الأسباب علم أن عظمه قد التأم ولا يحتاج إلى هذه الجبيرة وقدمه أصبحت جيدة. يبقى حصل الشفاء ولا ما حصلش الشفاء؟ حصل الشفاء. فبحصول الشفاء يبطل هذا التأم. يبقى يخرج من الصلاة ويقص الجبس لأنه هو كمان ده هو طبيب كمان عارف بنفسه. فيقص الجبس ويخش يصلي. ايه صورتها كده؟ وإن كانت مما تسقط بالتيمم كان وضع الجبيرة على طهر. جبيرة يعني زي اللفافة كده زي اللاصقة. ولم تأخذ من الصحيح شيئا. ما هي دي اللي فيها المشكلة. وضع عليها الجبيرة ولم تأخذ إلا قدرة يعني العضو الذي فيه الألم. قال ولم تأخذ شيئا من الصحيح زيادة على الاستمسان. ثم تيمم وتيمم وهو كمان كان لما حطت الجبيرة حطها على طهارة تشبيها لها بالمسح على الخف. لم تبطل صلاته. دماغكم سطحت صح؟ معلش لفت. والردة والعياذ بالله. فهمتم ولا لا؟ والردة هي رقم 3 من الأسباب التي تبطل التيمم. والردة والعياذ بالله هي قطع الإسلام أي قطع استمرار الإسلام. اللهم أمتنا على الإسلام. قالوا إن الردة إما أن تكون حقيقية وإما أن تكون حكمية. فإذا حكى الطفل كلاما كفريا فإنه حينئذ يحكمون عليه بأنه يبطل تيممه لأنه اتصف بالردة الحكمية. وإن لم يكن يعني مرتد ولا يحاسب لا ده هو كأنه عند حكايته للكفر على سبيل المثال بطل تيممه لأن التيمم طهارة ضعيفة لا تقوى مع وجود يعني الردة الحكمية. ولو حكى صبيا الكفر بطلت صلاته لأن طهارته ضعيفة. الوضوء لا يبطل بالردة. افرض هو توضأ أو اغتسل وارتد ثم بعد ذلك تاب في الفور وعاد إلى دينه لا تبطل طهارته لأن طهارته رافعة للحدث وحدثه قد ارتفع. وأما التيمم ده التيمم ده مبيح ولا استباحة مع وجود مانع من الموانع الكبرى وهو الردة. الردة الحقيقية هي قطع من يصح طلاقه الإسلام. أما الطفل الصغير ده ما يصحش طلاقه ولذلك ردته حكمية. فإذا ارتد ردة حكمية فإنه حينئذ إذا كان متيمما بطل تيممه. بخلاف من لا يصح طلاقه كالصبي والمجنون فردته ليست حقيقية بل حكمية لكنها تبطل التيمم. طب انتهينا من هذا ندخل بعد ذلك على صاحب الجبائر. وصاحب الجبائر. الجبائر يا أخواننا جمع جبيرة. والجبيرة على وزن فعيلة بمعنى فاعلة يعني جادرة. سموا هذه الألواح التي توضع بطريقة معينة والبوص والقوس ويشد عليها على العضو المكسور سموها جبيرة تفاؤلا كما سموا الصحراء القاحلة مفازة تفاؤلا بأن من وجد فيها إن شاء الله ينجو منها ويفوز. فسموا هذه الألواح الجبيرة باسم إيه؟ تفاؤلا بالشفاء إن شاء الله ربنا يكرمك وتكبر وتشفى.
دبيرة وهي أخشاب، عبارة عن أخشاب، كانوا بيجيبوا أخشاب خشب كده ويجيبوا مثلا، أو عارفين أنتم البوص، تعرفوش كنا زمان بنعمل منه الطيارات. هي عبارة عن خشب، ولكن خشب مجوف، أجوف بيسموه إيه عندكم هناك؟ قصب بيسموه بوص عندنا، كان بيتزرع في الفلاحين بوص، اسمه ايه؟ بولو، هو ده البوص اللي هو مفرغ من الداخل، ده كانوا كذلك يأتون به ويقطعونه ويضعونه بطريقة معينة على العضو المكسور أو العضو يعني الذي يحتاج إلى جبر، ويشدون عليه ويسوونه تسوية مستقيمة، يبقى مستقيم مع بعضه، ثم بعد ذلك يشدون عليه على العضو. دي بيسموها مشايخ الجبيرة. يعني طبعا ده ما فيش حاجة عندنا اسمها جبيرة في العصر الحديث، بقى عندنا في لاصقات، عندنا في جبس، عندنا في رباط ضاغط وهكذا. حاصل مسألة الجبيرة إن ليها خمس صور من آخر كده عشان نخلص، واخد بالك؟ علشان خاطر هي مسائلها كتير كتير كتير. إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم، خلي بالك، وجبت الإعادة مطلقا. الجبيرة في أعضاء التيمم يعني عامل له جبيرة على إيده وعامل له جبيرة في وشه، طب هيعمل ايه المسكين ده؟ حاجه مشكله، ده لا في بدن ولا في مبدل، ايديه ودي اعضاء تيمم اهي، ايديه الاثنين عليهم جبيره ووشه مجبر، فانه حينئذ يجب عليه ان يعيد صلاته مطلقا. لماذا؟ قالوا لانه لا عمل البدن ولا عمل المبدل منه، يعني لا توضى ولا تيمم، لا فعل البدن اللي هو التيمم ولا المبدل منه وهو الوضوء، قالوا لنقص البدن والمبدل منه. وإن كانت في غير أعضاء التيمم، افهم بقى، غير أعضاء التيمم، أعضاء التيمم فين وفين؟ الوجه واليدين إلى المرفقين، يبقى كانت الجبيرة في الرأس أو كانت الجبيرة في القدم، أعضاء الوضوء مثلا يعني. وأخذت على من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك، ما هي بيبقى لها مساحة معينة توضع عندها حتى يعني تتماسك، لكن أحيانا بعضهم كان يزيد في الجبيرة زيادة على قدر استمساكها، يعني قدر استمساكها مثلا يعني لغاية هنا، يضرب الجبيرة لغاية ما بعد قدر استمساكها. قال وأخذت من الصحيح يعني من غير المصاب قدرا زيادة على الاستمساك، على قدر الاستمساك، هي بقى ليها مساحة معينة توضع عليها تتماسك، لا ده أعطاها من الصحيح قدرا فوق قدر استمساكها، زودها، يعني هي أخرها لغاية هنا ده الصحيح، وأخرها لغاية هنا الصحيح، فأخذ من الآخر زيادة على قدر استمساكها. يعني أقول لكم حاجة، أنت عندك مشكلة في قدمك في حدود مثلا دائرة صغيرة، تضع عليها مثلا لاصقة في حدود هذه الدائرة، فرحت اشتريت لاصقة أوسع، قلت يلا بقى بدل ما رجع اللاصقة ده أنا شاريها بعشرة جنيه، لما اشتريت بعشرة جنيه بعشرين عشان تعويم الجنيه، خلاص حطها على القدم، يبقى هذه اللاصقة أوسع من مساحة يعني الجرح، يبقى حكمها إيه؟ يبقى أخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك. أنت كنت محتاج يعني لاصقة أصغر فأتيت بلاصقة أكبر، تظهر في اللاصقة معاكم أهي، يبقى وأخذت من الصحيح زيادة على قدر استمساكها،
وجبت الإعادة أيضا، ولا فرق بين أن يضعها على طهر أو يضعها على حدث زي بعض. يبقى المسألتين دول فيهم إيه؟ الإعادة. اكتب جنبيهم كده الإعادة. التالتة أخذت وضع الكبير وأخذت من الصحيح بقدر استمساكها، يعني أتيت بجبيرة أي بلاصقة على قدر الجرح، وأخذت يعني من الصحيح، ما مش هتبقى على الجرح بس، على الجرح بتاخد من الصحيح قدر بسيط من أجل أن يعني تلصق، ووضعها على حدث. طب ما تتوضى الأول. لا وضعها على حدث، أنا يعني أنا عارف أن أنا أتعور علشان قادر أتوضى، علشان قادر أحس أضع اللاصقة ووضعها على حدث واجبت الإعادة. يبقى وإن أخذت من الصحيح بقدر استمساكها ووضعها على حدث واجبت الإعادة. فإن لم تأخذ من الصحيح شيئا، افرض أنه هو وضعها على قدر الجرح ولم تأخذ من فوق قدر الجرح شيئا، قد لم تجب الإعادة سواء وضعها على حدث أو وضعها على طهر. يبقى على قدر الجرح ولم تأخذ من الصحيح شيئا، لأن خلي بالك أنت لما تيجي تمسح على الجبيرة أنت بتمسح من أجل أنها أخذت من الصحيح شيئا، ولما بتتيمم بتتيمم حضرتك عن العضو المجروح الذي لم يطهر، ولما بتمسح بالماء بتمسح من أجل الصحيح الذي لم يصبه الماء. رقم خمسة، لو أخذت من الصحيح بقدر الاستمساك ووضعها على طهر لم تجب الإعادة. حط اللاصقة، ولكن حط اللاصقة زيادة بسيطة جدا على الجرح من أجل أن يعني أن اللاصقة تمسك وتثبت في محلها. يبقى وهو كان متوضئ قبل ذلك قالوا لا يعيد. ولذلك هنا الشيخ الباجوري أتى ببيت الشعر ولا تعد، يعني لا تعد صلاتك. كمل. الستر قدر العلة. يعني إذا كان الستر على قدر العلة، يعني وضعت اللاصق أو وضعت الجبيرة على الجزء المعلول فقط ولم تأخذ من الصحيح شيئا، هذه سورة فلا تعد. ولا تعد والستر قدر العلة، ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة أو أخذت من الصحيح قدر الاستمساك ولكن كنت لابسها على طهارة فلا تعد. يبقى دي مسألة ثانية. يلا. وإن يزد عن قدرها فأعد. وإن يزد، يعني وإن تزد الجبيرة أو إن يزد اللسوق على قدر الاستمساك فأعد. بدلات. ومطلقا وهو في وجه أو يد. بس قال وإن كان في الوجه أو في اليدين فأعد مطلقا. ولا تعد والستر قدر العلة أو قدر أو قدر الاستمساك في الطهارة. وإن يزل عن قدرها فأعدي. ومطرقا وهو بوجه أو يدي. جميل جميل، فهمنا. يبقى خمس كام؟ خمس صور. طيب بعد ذلك قال ويمسح عليها. يمسح عليها يبقى وصاحب الجبائر يمسح عليها، يقصد أنه يمسح على جميع الجبيرة بالماء من أول الجبيرة إلى آخر الجبيرة إذا لم يمكنه نزعها، يعني إذا لم يستطع نزع الجبيرة وإنه هو يتوضأ ويغتسل
حينئذ يمسح على الجبيرة بالماء. قال ويسن مسح العضو بالتراب إن كان في أعضاء التيمم، إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم فيسن حينئذ أن تمسح يعني الجبيرة بالتراب. افرض الجبيرة في أعضاء التيمم ما تسيبهاش حتى لا يخلو عضو من مسح، يبقى امسح بالتراب على الجبيرة التي في أعضاء التيمم. إذا اختلط ماء المسح بدم الجبيرة، أنا عندي مشكلة وإصابة بسيطة في يدي مثلا على سبيل المثال، وأضعت عليها يعني لاصوق، ولكن اللاصوق يعني كان يخرج بعض الدم، فمسحت واختلط المسح بالدم، ماء المسح بالدم، قالوا هو معفو عنه لأن ده ليس بإمكانك، لأن ده خارج عن إرادتك. محل المسح على الجبيرة إن أخذت من الصحيح شيئا وإلا فلا، يعني وإن لم تأخذ من الصحيح فلا تمسح عليها، لأنها إن أخذت من الصحيح شيئا فأنت عندما تمسح عليها يكون المسح بدلا عما تحتها من الصحيح، وإن لم تأخذ شيئا ما تمسحش. إن أمكن نزع الجبيرة واجب ولا يكفي المسح عليه، ممكن ان انا ارفع الجبيرة واغسلها والطبيب قال لي لا بأس بغسلها، الماء لا يعني يصيبها بشيء، احنا بس عايزين نغطي الجرح ده من الهواء ومن التراب، اما اذا جاء عليه الماء فلا شيء، بيقولوا كده احيانا. قال ويتيمم، اي بعد ان يغسل الصحيح ان كان يجب عليه ثلاثة أشياء. هيعمل إيه بقى؟ ثلاثة أشياء، أنه يصلي ولا يعيد إن كان مسح على قال ويتيمم ويجب عليه ثلاثة أشياء اللي احنا ذكرناه، إن هو يمسح على الجبيرة، وإن هو يغسل الصحيح، وإن هو يتيمم. إذا صلى فرضا وأراد فرضا آخر ولم يحدث ليس عليه حينئذ إلا التيمم، يعني إذا صلى فرضا وأراد فرضا آخر، يعني أنا لابس الجبيرة وبعد ما لبست الجبيرة صليت وأردت إني أنا صليت بعد ما عملت بقى الثلاثة بقى أشياء ديت اللي هو غسل الصحيح ثم بعد ذلك المسح على العليل ثم بعد ذلك التيمم، وده الثلاث حاجات اللي احنا قلنا هذه هي الثلاثة أشياء التي قلنا بأنه يجب عليه أن يأتي بها. طب هم إن هو صلى بهذا فرضا ثم بعد ذلك أحدث، قال إذا صلى فرضا وأراد فرضا آخر ولم يحدث، لا أحدث، لو أحدث هيعيد كل هذه الثلاثة، يبقى هو أول حاجة غسل الصحيح ومسح على العليل وتيمم وصلى ثم أراد أن يصلي فرضا آخر، يصلي ولا ما يصليش؟ أو ما يصليش إلا بعد أن يتيمم، لأن التيمم لا تفعل به إلا صلاة واحدة. طب والمغسول؟ أسيب المغسول كما هو، لأن المغسول خلاص انتهى أمره. طب إن أحدث؟ قال إن أحدث سيأتي بكل الأشياء الثلاثة اللي هي الثلاثة، المسح والغسل والتيمم، يا ريت تحفظوا هم يحفظوا. يلا، لو كان على بدنه الإنسان جبائر كثيرة، يعني ده باين عليه كله مكسر حاطط 50 جبيرة على نفسه، كل حتة فيها جبيرة مولانا، وأجنب واحتلم مثلا وأراد الغسل،
هو بقى كل جبير هيتيمم عنها؟ قالوا لا، ده بدل المتيمم كالعضو الواحد فيتيمم عنه تيمما واحدا فقط. اغسل الصحيح، امسح على الجبائر، تيمم تيمم واحد. صلى على سيدنا النبي. خلصت. ويصلي، خلاص بقى ما احنا قلنا، بس ثلاثة أشياء يا مشايخ: غسل الصحيح، المسح على العليل، ها التيمم. يا سلام. قال ويصلي، خلاص بقى انت عملت الكلام ده، غسلت ومسحت وتيمم، يلا صلي. اعيد بقى ولا ما عيدش؟ قال ولا إعادة عليه إن وضعها على ظهر. احنا قلنا بقى التفاصيل الخمسة: إن كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم، وهذا الكلام وهو ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم، وهذا هو المعتمد من خلاف في المذهب. الإمام النووي في الروضة قال كده، قال إن هو لا يعيد إن كانت الجبيرة في غير أعضاء التيمم، وفي المجموع وضعفه الأصحاب قالوا مطلقا سواء كانت في أعضاء التيمم أو في غير أعضاء التيمم، ولكن المعتمد أنه إن كانت الجبيرة في غير، إن كانت الجبيرة في أعضاء التيمم وجبت الإعادة مطلقا، وإن لم تكن في أعضاء التيمم فعلى تفصيل ذكرناه. إذا اغتسل حيث طرأ الحدث بعدها، يعني افرض ان هو يعني كان عنده جبائر كثيرة وفعل فيها الثلاثة التي ذكرناها، انه غسل ومسح وتيمم، واحدث، هيعمل ايه؟ هيعيد التيمم فقط. طبعا احنا ذكرنا تفاصيل ان الجبيرة يشترط في عدم الإعادة ألا تأخذ شيئا من الصحيح إلا ما به قدر الاستمساك، إن أخذت الجبيرة زيادة على قدر الاستمساك وجبت الإعادة سواء وضعها على طهر أو وضعها على غير طهر. بعد كده قال إيه بقى في المتن؟ ها، ويتيمم لكل فريضة. سواء كانت هذه الفريضة صلاة، كانت هذه الفريضة طواف، كانت هذه الفريضة خطبة جمعة، وهكذا. لماذا يتيمم؟ قالوا لأن التيمم طهارة ضعيفة لا يقوى على أداء فرضين. احفظ الكلام ده مهم، وإحنا كنا في سنكم كده في بداية الطريق كنا بنحفظ الحاجات اللي زي دي، ونفعتنا الآن بفضل الله تبارك وتعالى. قال ولأن الوضوء كان في أول الإسلام ثابت لكل صلاة، وكان مقيس عليه في نفس الوقت، أو كان تابع ليه التيمم، جاءت الأدلة ووسعت الأمر وقالت لا يجب الوضوء لكل صلاة، فخرج الوضوء وبقي التيمم. الطهارة كانت لكل صلاة واجبة، سواء كانت طهارة وضوء أو طهارة تيمم. رفع الأمر عن الوضوء، بقي عن التيمم. ولذلك هنا الشيخ الباجوري بيقول لك ولأن الوضوء في أول الإسلام كان واجبا لكل صلاة، كان ينبغي أن يقول ولأن الطهارة، عشان يعم الطهارة بالوضوء أو الطهارة بالتيمم. طيب، إذا في الورقة الصلاة المنذورة ليس له أن يجمعها مع فرض آخر. قال لله علي أن أصلي ركعتين إذا نجحت في الامتحان، فاتصل بصاحبه بعد ما دعا كده وبعد ما عمل كده وقال له مبروك جبت جيد جدا، ولا جيد جدا ما شاء الله، جبت امتياز، حلوه
فالحمد لله أما هو صلى ركعتين أول ما فتح الحنفية لقى الماء مقطوعة، بحث عن ماء ما لقاش ماء، قال خلاص أما تهمم، فتهمم في الوجه واليدين ثم صلى الركعتين. الركعتين دول حكمهم إيه؟ هاتان الركعتان واجبتان، وتهمم لهما. ثم بعد ذلك تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل يجوز له حينئذ أن يصلي الظهر بنفس هذا التيمم؟ قالوا لا، لأن الصلاة واجبة والتيمم لا يؤدى به فرضين. طب قال بس الصلاة منذورة، قال له المنذورة دي متعينة، المنذورة دي واجبة، المنذورة دي أخذت حكم فرض العين. له أن يصلي الصلاة، افرض إن هو صلى فرض الظهر جميل بتيمم ورأى جماعة تريد أن تصلي الظهر فأراد أن يعيد معهم الصلاة، يتيمم أم يصلي بالتيمم الأول الذي صلى به صلاة الظهر؟ ايه رأيكم يا فقهاء الإسلام؟ يعني يتيمم ولا فيه تيمم واحد؟ لماذا؟ ده الحشد بتقول كده اهو جاود، قال لا ده هو يكفيه ان يصلي الصلاة المعادة بنفس التيمم الاول. لماذا؟ قالوا لان الصلاة المعادة حسبت له نافلة فيتعامل معها تعامل النافلة من هذا الوجه. ده سيدنا النبي اللي صرح قال فإنها لكم نافلة. طيب طب افرض ان هو عندنا في المذهب بيقول لك يسن لمن صلى الجمعة، ده بيتكلموا في القول الذي لا يجوز تعداد الجمعة، فقال افرض ان هو صلى صلاة الجمعة ويعني توهم أنه قد يكون هناك جمعة أخرى صليت قبله فتكون جمعته مشكوك في وقوعها فرضا، قالوا في هذه الحالة يسن له أن يصلي الظهر. طب يعمل إيه بقى؟ ما وصل الجمعة بتيمم، هل يتيمم لصلاة الظهر أم يكفيه أن يصليها بتيمم واحد؟ قال لا يكفيه أن يصلي بتيمم واحد صلاة الجمعة وصلاة الظهر. لماذا؟ قالوا لأنه في الواقع لن يحسب له من هذين فرضا إلا واحد والثاني نفل وخلص. قال طب ما حكم أن أنا أول ما رحت مكة كنت ناذر أن أنا إذا رأيت الكعبة وأنعم الله علي بذلك أن أطوف طوافا واجبا، فتيممت وطفت الطواف الواجب وبعد ذلك عايز أعتمر، فهل يا ترى أطوف طواف الركن العمرة بنفس التيمم الذي تيممته للطواف المنذور؟ قالوا لا، لأن هذا واجب وهذا واجب والتيمم لا يؤدى به فرضين وواجبين. طيب خلصنا من الحتة اللطيفة دي وانتم ألطف. طب بالنسبة بقى لخطبة الجمعة، أفتونا مأجورين لا مأزورين؟ دلوقتي الخطيب تيمم وصعد المنبر وخطب ثم بعد ذلك نزل من المنبر، يتيمم للصلاة أم يكفيه أن يصلي بنفس التيمم الذي خطب به؟ أتيمم ليه؟ قالوا لأن الخطبة واقعة موقع ركعتين فهي من هذه الجهة فرض، فيتيمم للخطبة وإن كانت فرض كفاية
إلا أنها شبهت بالصلاة فكانت مثل الصلاة فيتأمم لها احتياطا، ويتأمم لصلاة الجمعة تأمم آخر احتياطا. جميل، يا سلام، كلام حلو. تاني عايزين تاني ولا كفاية؟ لسه. والصبي طب الصبي ده يعمل ايه؟ مالها؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، فيتعامل معها من هذه الجهة معاملة النفل، فيجوز أن يصليها بنفس التيمم الذي صلى به الظهر في سؤالك. كنت كاتبها من ضمن الحاجات بس رقت الورقة. طب الصبي بقى، الصبي بقى يؤدي صلاتين فرض، ما هي مش فرض عليه، ده فرض في الجملة، بتأمم من واحد؟ قالوا لا، لأنه يعني يمنع من هذا كما يمنع الكبير. فإذا كان الصبي هيصلي الظهر ما ينفعش يصلي بنفس التأمم الذي صلى به الظهر أن يصلي به العصر، لأنه من هذه الجهة يتعامل معاملة الكبير. طب افرض ان هو تيمم، دخل تيمم الحمد لله وتم 15 سنة بعد تيمم، ما كانش قبل كده امنى، لان البلوغ اما ان يكون بالامناء واما ان يكون بالسن، ما امناش، ولكن بعد ما تيمم بلغ 15 سنة، هل يصح ان يصلي بهذا التيمم صلاة الفرض أم لا؟ قالوا لا. ليه؟ قالوا لأنه لما تيمم، التيمم اللي تيممه ده في حكم النفل، والنفل التيمم للنفل لا يؤدى به الفرض، لأن احنا قلنا التيمم له ثلاث درجات، تيمم الفريضة، تيمم النافلة، مرتبة مس المصحف وما حولها، ومن تيمم لمرتبة أعلى له أن يستبيح بها الأنزل، ومن تيمم لأنزل لا يستبيح به الأعلى. سهل. لا حول ولا قوة إلا بالله. استدعوا الفقه حلو. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، صح كده يا مشايخ؟ سيبنا حاجة من متن أبي شجاع معانا ولا مش معانا؟ طيب يا سيدي. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، يعني بعد صلاة العشاء كمثل هذا اليوم يدخل يتيمم إن وجد مبيح التيمم، ويصلي 1000 ركعة في 500 تكبيرة براحته زي ما هو عايز. قالوا لي أصل النوافل كثيرة، والنوافل الكثيرة لو جعلنا لكل ركعتين تيمم، حاجة من اثنين، يا الشخص يمل ولا يصلي، يا إما يتحامل لو كان محب ويعني وعابد هيتحمل وهيتيمم 500 مرة، وفي ذلك حرج شديد، يبقى إجابة التيمم لكل صلاة النافلة والنوافل كثيرة يؤدي إلى أمرين، إما أن يترك النافلة إذا كان إنسان كسول طبعه جواه كده، وإما أن يتحمل ويتيمم لكل صلاة النافلة، وفي ذلك حرج شديد وضيق عجيب الشارع خفف فيه، ولأن شأن النوافل مبني على المسامحة وعايز يتعبد. طب افرض انه قال لله علي انني اذا دخلت في اي صلاة اتمها، هل هتحمل على النفلية فيعني يجوز ان اصليها مع غيرها بتيمم واحد، ام انها تحمل على الفرضية؟ قالوا لا تحمل على النفلية، لان ابتداءها نافلة واتمامها واجب.
فيغلب الابتداء على الإتمام. طيب هنا في مسألة لطيفة ذكروها في آخر الكتاب لكن هو مش موجودة في متن أبي شجاع، كنا تمنينا أن يلحق بها الإمام الكتاب، وهي حكم فاقد الطهورين، يعني إنسان فقد الماء وفقد التراب، وده متصور، سجنوه وحبسوه في زنزانة كلها رخام ولا يدخلون له ماء إلا على قدر شربه. طب يعمل إيه؟ يصلي على حاله لأنه فاقد لإيه؟ فاقد للطهورين، فاقد لآلة الطهورين الماء والتراب. لماذا يصلي؟ قالوا لحرمة الوقت، يعني لأنه يحرم أن يخرج هذا الوقت من غير أن يصلي فيه صلاة فريضة فرضها الله عليه. طب القضاء بقى يا مولانا؟ قالوا فلا يعيد إلا في محل يسقط فيه الفرض بالتيمم. الأصل في المكان ده إيه؟ عدم وجود الماء والتراب ولا وجود الماء والتراب؟ إن كان الأصل في هذا المكان وجود الماء والتراب ففقد الماء والتراب فإن هذه الصلاة وجبت إعادتها، وإن كان المكان يعني الأصل فيه أنه فيه ماء وتراب إلا أنه غير موجود لعلة من العلل فإنه حينئذ يقضي بعد ذلك إن شاء الله. وأما فاقد الطهورين فإنه لا يتنفل مطلقا. طيب يا مشايخ، إحنا عند هذا نختم باب التيمم سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.